المعاملات المصرفية مع بنك عمان العربي لم تكن أسهل مما عليه اليوم. لإرسال الأموال لبلدك استخدم تطبيق بنك عمان العربي. اضغط على تحويل، اختر تحويل دولي، اضغط على إضافة مستفيد جديد، ادخل الاسم الكامل للمستفيد، رقم الحساب أو رمز آيبان، رقم سويفت أو رمز بيك قبل الضغط على زر البحث. حدد دولة إقامة المستفيد من القائمة، ادخل اسم البنك الذي يتعامل معه المستفيد قبل الضغط على زر البحث. اختر فرع البنك المفضل للمستفيد. قبل الضغط على زر الإدخال، تأكد مرة أخرى من صحة البيانات المدخلة. اضغط على زر OTP وسيتم إرسال رمز للاستخدام لمرة واحدة. أدخل الرمز في الخانة أدناه واضغط موافق. بعد أن يتم إضافة المستفيد بنجاح، اضغط على زر القيام بالتحويل واختر اسم المستفيد وحسابه من القائمة. قبل الضغط على زر التحويل، تأكد من إدخال تفاصيل المعاملة وحدد العملة المفضلة. اضغط إرسال. يجب الحصول على رمز OTP مرة أخرى لاستكمال المعاملة. تأكد من كافة المعلومات قبل الضغط على زر الموافقة. تم إكمال عملية التحويل بنجاح.